تظاهرة اليوم هي ندوة متميزة موضوعا، تأتي في سياق الأنشطة التي ينهض بها ماستر التربية الجمالية في ضوء الجائحة، تقارب موضوع الفرجة والتربية من زمن أرسطو، حيث المسرح الأب والنواة الأولى، إلى الأشكال المسرحية الجديدة عبر تنوعاتها، من فرجة الإمتاع والمؤانسة إلى فرجة الاحتجاجات في الفضاء العام، تطورات شهدها العقد الأخير من القرن العشرين هي اليوم تسائل الباحثين في الجامعات وتسائل الطلبة، طلبة الماستر والدكتوراه، لإعادة النظر في الدراسات الفرجوية ولإعادة النظر في الأدوار والمهام المنوطة بالمسرح وبالعروض إجمالا. بطبيعة الحال هذه الندوة المتعلقة بفنون الفرجة بين الإبداع والتربية هي محاولة لخلق فرصة للحوار ما بين مبدعي الفرجة وما بين الباحثين فيها، سواء من منطلقات معرفية أو تربوية، وذلك في أفق أن يستفيد طلبتنا بطبيعة الحال، خصوصا طلبة ماستر التربية الجمالية وتدبير مهن الفن والثقافة، من هذه الخطابات التي سيبلورها المشاركون في هذه الندوة، والتي تلقي الضوء على هذه التحولات التي تعرفها فنون الفرجة في العالم المعاصر، و تضيء بطبيعة الحال بعض الاختيارات التي سارت فيها بعض التجارب، ولا سيما من التجارب المغربية التي اعتمد البعض منها على التركيز على الفرجة في علاقتها بالصورة أو في علاقتها بالسرد، في علاقتها بالموسيقى، في علاقتها بالجسد، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. وبطبيعة الحال الهدف يبقى هو أن نبين لطلبتنا كيف أن الاهتمام بهذه الفرجات والاهتمام بهذه الاختيارات الجمالية يتيح لهم الفرصة للتعرف على ما يجري في صناعة الفرجة في عالم اليوم، ولكي يفهموا من زاوية أخرى من أي مدخل تربوي أو بيداغوجي يمكن أن يستفيدوا في تكوينهم وفي علاقتهم بهذه الفنون. اليوم احنا في كلية علوم التربية بالرباط في هذه الندوة العلمية والفنية في نفس الوقت، اللي كنعتبرها بأنه بادرة طيبة، لأنه على اعتبار أنه توجيه دعوة لممارسي فن المسرح لكي يأخذوا الكلمة داخل رحاب الجامعة، هو بالنسبة لي حدث عنده دلالة ورمزية قوية ديالو. الدلالة ديالو هو أنه اليوم محتاجين أنه نربطوا هذه الحلقة المفقودة، نربطوا جسور التواصل ما بين الممارس المسرحي وما بين الباحث المسرحي. الهدف كله هو أنه الممارسة المسرحية والفكر المسرحي يكون عنده لغة ناضجة، لغة واضحة ومتينة، لغة تضع في حسبانها بأننا نعمل جميعا من أجل مخاطب أو متلقي هو الجمهور المغربي، ونطور هذا الفن لكي نرتقي بهذا الجمهور وبهذه الهوية.